وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشتقت إلى هذه الوجوه العظيمة الكريمة النيرة، وأبشرها مع شوقي إليها بشوق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الوجوه الطيبة النيرة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا النبي الذي اشتاق إلى رؤيتنا وأحبنا دون أن يرانا، احتفل به رب العزة سبحانه وتعالى على مدار الساعة وعلى مدار المكان، بدءا بشهادة التوحيد التي لا يمكن أن يكون المسلم مسلما إلا بعد نطقها كاملة. فلو أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يشفعها بأشهد أن محمد رسول الله، ما دخل الإسلام، ما دخل الإسلام. لابد أن ينطق بالإثنين، حتى نص فقهاؤنا على أنه يستحب لمن ينطقها لأول مرة ألا يقف بين الشهادتين. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الذكر الرفيع يتتالى عبر الزمان والمكان في الآذان، فأنت عبر الزمان والمكان في كل دول، في كل الدول التي ترفع فيها كلمة لا إله إلا الله، ولو كانت غير مسلمة تسمع الآذان يقترن فيه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه الشهادة التي عجز بلال رضي الله تعالى عنه عن إعلانها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما استطاع أن يتحمل غيابه وأن يذكر اسمه وهو غير موجود صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعلم أنه حي في قبره، ولم يؤذن إلا لعمر بن الخطاب لما ذهب إلى الشام فاتحا. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يعاتبه على عدم زيارته، فشد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني جيدا بقولي شد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. صلوا على رسول الله. ترجاه السبطان أن يؤذن فأذن: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. وعجز بلال عن إتمام الأذان، بكى وبكت المدينة كلها، بكت المدينة كلها، لأن الذهن استحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال يؤذن بين يديه ثم يقيم الصلاة. احتفل رب العزة سبحانه وتعالى احتفالا برسوله هو وملائكته على مدار الزمن. ألستم تسمعون قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون فعل مضارع، ماذا يفيد؟ يفيد الاستمرار والتكرار،
الفعل المضارع يفيد الاستمرار والتكرار. الله وملائكته يصلون على النبي. دورك يا مسلم أن تتشبه وتتخلق بأخلاق الله وأخلاق الملائكة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على مدار الزمن في الملأ الأعلى ومطلوب منا في الأرض أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم فنكثر الصلاة عليه، حتى أن الصحابي الجليل قال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، عند ورد يومي؟ قالش نجعل لك يا رسول الله. قالوا: ما شئت. قالوا: نصف. قالوا: ما شئت. ثلث. ما شئت. كم؟ قالوا: أجعله كله، يعني الورد اللي كان يعمل فيه النفس جعله كله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن أول حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا هو أن نحبه. الحب الذي يحملك على ذكره بالصلاة والسلام عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبيه وأمه وأهله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قالوا: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، إنك لا أحب إلي من أهلي ومالي إلا نفسي التي بين جنبي. قالوا: لا لا، لم يكتمل حبك. قالوا: يا رسول الله، إنك أحب إلي حتى من نفس التي بين جنبي. قالوا: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك. ليش؟ لأنك يا حبيبي، نفسك التي بين جنبيك لولا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم لدخلت النار. أليس هو الذي أنقذك من النار بأن برسله الله سبحانه وتعالى إليك رحمة ليس لك فقط بل للعالمين؟ وذلك سيدنا ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها: يا رسول الله، قالوا: إنا نغدو عليك ونروح فنراك ونجالسك، وإني تذكرت يوم القيامة يرفعك الله تعالى حيث يرفعك ونحن لا ندري أين نكون، لأنه اللي الفوق ينجم يهبط للوطة لكن اللوطة مش يطلع للفوق. يعني إذا كان ما تكونش مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى ما تنجمش تراه إلا ما هو ينزل ويراك صلى الله عليه وسلم. هل الفكرة هذه سيطرت على سيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي وحزن؟ كم سيعيش في هذه الدنيا؟ 60 سنة؟ 100 سنة؟ ثم يحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتكرم عليه بالزيارة في الجنة إن لم يكن في مرتبته. أحد الصحابة مرض من هذه الفكرة ذاتها، مريض ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون: مالك؟ نفس الكلام. الصحابة كانوا يفكرون في هذه الصحبة التي تلذذوا بها وسعدوا بها وتنعموا بها، ماذا يفعلون يوم القيامة إن لم يكونوا في نفس المستوى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء الحديث منه عليه الصلاة والسلام حينما سأله أعرابي أجش الصوت، قال: يا رسول الله، الرجل منا يصلي ويصوم ولا يبلغ بصلاته وصيامه من أحبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب. قال أنس راوي الحديث قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وإني لأرجو أن أكون معهما
في مكانهما في الجنة. يعني الحب إيش؟ حب الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه عبادة، مجرد حبه عبادة. لكن من تنفع؟ الرجل قالوا نحن نصلي ولكن لا نبلغ بصلاتنا ما بلغ من أحببناه. يعني هل يقول أنا نحب النبي؟ يا فلان صلي، يقول لك الصلاة على النبي. يا فلان صلي، قالت الله لا يثنين ركايب بجاه النبي والسيد علي. هل ينفعه حب رسول الله؟ طيب احنا الواحد فينا وقت اللي يموت له ابوه، تموت له امه، يموت له عزيز عليه، يبدا يسال، هو غايب يبدا يسال في الحاضرين في الوقت الوفاة نتاعو، بالله ايش قال؟ بالله ايش وصى؟ ليش؟ لانه تلقاه يلوج كيفاش ينفذ الوصيه نتاعو. حتى انه نشوفوا بعض ناس في المواسم الدينيه يحب يطلع يقول لك عشاء الموتى، يمشي للجزار يقول له بالله قص لي شويه كبده. ابي كان يحب الكبده، يحب يطيب له الكبده ويتصدق بالكبده ويبعث له، وهذا من الدين ايضا. لانه يقول قايل كيفاش؟ لانه ربي سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما. ولذلك كان عبد الله بن عمر كان يتصدق بالحلوى، ليش؟ لانه كان يحب الحلوى، وبالتالي ما هيش بدعه. يقول لك شنو الريق هذا؟ شنو قال باش نمشي ندير الكبده نتصدق بها؟ خاطر بابا كان يحب الكبده وخاطر امي كانت تحب الكبده. موجود هذا في الشرع، لان برشا ناس تسارع للانكار من غير علم بجهل. الاصل في الفتوى الاصل فيها ايش؟ هي الحل، مش الاصل الحرمه. الحرمه اللي يقول هذه حرام هو اللي يعطي الدليل، لأن الأصل هو الإباحة والجواز، واللي يقول هذه حرام هو اللي يطلع بالدليل. إذا كانوا عالم، إذا كانوا جاهل يويحوا قدام ربي سبحانه وتعالى، لأنه داخل تحت قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال هذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. نسأل الله السلامة والعافية. تصور انت ربي كذبه قبل ما يحل فمه ويتكلم. ليش كذبه؟ لانه ليس من اهل الفتوى. بينما اذا كان من اهل الفتوى ومن العلماء هذاك داخل تحت قول النبي عليه الصلاه والسلام من اجتهد واصاب فله اجران، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد. وقال اثنى الله سبحانه وتعالى على داود وسليمان فقال وكلا اتينا حكما وعلما، رغم اني قال ففهمناها سليمان. إذن فالوصية من الأشياء اللي الإنسان يقدرها. ولذلك ربي سبحانه وتعالى وقت اللي جاي يتكلم على الإرث إيش قال؟ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن كلمة يوصيكم أبلغ، لأن الوصية عندها قيمة في نفس الإنسان أكثر من الأمر. ساعات تلقاه ماهوش أمر واجب، لكن مجرد أنه خطر بابا وصى انتهى الأمر، أمي وصات انتهى الأمر. طيب يا سيدي يلي تقول حبيبك محمد، صلوا على محمد، يقول لك حبيبي محمد ويمسح على وجهه ويعدي على صدره حبيبك محمد. طيب يا سيدي هل نفذت وصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي وصى. اي نعم يا سيدي وصى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث مروي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن علي عليه السلام. آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر كلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصية الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن قبض وهو يقول الصلاة الصلاة. اسمع لها الصلاة الصلاة ورد بالك تضيع، مش تترك، لأنه تارك الصلاة هذا ما كان له وجود في المجتمع الإسلامي.
تارك الصلاة لا وجود له في المجتمع الإسلامي. وراجعوا الحكم أن تارك الصلاة في كل كتب الفقه، كل كتب الفقه، أقل واحد فيهم أبو حنيفة قال يسجن حتى يتوب أو يموت. أما في وسط المجتمع يحاول تارك الصلاة، هذا لا وجود له في المجتمع الإسلامي أبدا أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي لآخر حياته لآخر نفس هو قول الصلاة والصلاة. وانت تقول الآن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، هي تحب النبي وتترك الصلاة، تحب النبي وانت مرتك في جنبك تارك الصلاة، تحب النبي وانت ولدك بجنبك تخزره داخل جهنم بعينيه وانت تصلي على النبي وتقول نحب النبي، علاش تكذبوا على بعضنا؟ احنا توقف يجيبونا واحد هكا ألماني ولا فرنساوي ولا إيطالي يجي بالشعلة الإسلام وفي الجامعة الناس قالت كبر الله أكبر الله أكبر الله. ولدك في جنبك أنت فرحان بطليان أسلم ولا فرنساوي أسلم، ولدك اللي بجنبك يا سيدي مكش تسعى باش تفرح وقت اللي يصلي؟ تراه لو كان يغيب على نهار على القراية متاعه وتعمل له عرعور ونهار وغاب على الصلاة بهيمك دم قرعة ولا على باله وناسي قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما، والعياذ بالله. هو الواحد راقد يقول كان نحب النبي، أي تحب النبي عليه الصلاة والسلام، آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. شو معناها الصلاة الصلاة؟ يعني جيبها في جماعاتها وجيبها تامة وجيبها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا شو معناها؟ مش معناها صلي لأنه تارك الصلاة هذا مفروغ منه. يكفيه ثلاثة آيات في القرآن، يكفيه ثلاثة آيات في القرآن ولو كان يكون أعلى مستوى في الأمة، يعني المستوى الهرمي تارك صلاة والله ما يسوى حاجة، حتى جناح بعوضة ما يسويش عند ربي سبحانه وتعالى. قال يجي يوم القيامة الرجل السمين العظيم، سمين وعظيم تغزر له يسقف معصرة وسقفة حمام، ولكنه لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى في الميزان هباء منثورا، ما عنده حتى قيمة ولا قدر. تعفس الناس ليش؟ لأنه أكبر مستكبر في الدنيا، تارك الصلاة أكبر متكبر في الدنيا، والمتكبر لا يدخل الجنة لأنه تكبر على ماذا؟ يسمع في الأذان خمس مرات يقول له حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقول له لا لعبة ترح كارتة في القهوة خير. هو يقول له الصلاة خير من النوم، يقول له والله حتى المخدة والنوم ما عندك فيما تقول. هذا متكبر على رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك تهدده الله بثلاث آيات. الآية الأولى تعرفوها مليح، قال ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف. شو الخلف؟ الخلف كرمكم ربي هي الخليفة المشومة، هي الذرية الفاسدة. فخلف من بعدهم خلف، يعني إذا كان طلع جيل ما يصليش راهو جيل فاسد. حتى ولو قلنا والله ولدي مهندس ولدي دكتور، ولدك ما يصليش يا ولدي، ولدك فاسد. ما دامه ما يصليش فاسد، ربي سماه فاسد، ربي قال عليه فخلف من بعدهم خلف. شو معناها خلف؟ مشكلتك ما يعرفوش اللغة العربية. الخلف هو الخليفة الفاسدة، هو الجيل الفاسد. فخلف من بعدهم خلف، شو بيهم؟ أول مصيبة عنده شنية؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. برا فسر الغي اللي تحب انت، واد في جهنم ولا تركينا في جهنم، المهم في جهنم. هذه الآية الأولى. الثانية، ربنا سبحانه وتعالى تحدث على أهل الجنة. أهل الجنة قلوبهم على خيانهم، قلوبهم على الناس الأخرين، قلوبهم على معارفهم، وهم في الجنة يخموا على الناس اللي في جهنم، يطلوا على جهنم يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة يتساءلوا عن المجرمين، سماهم ربي مجرمين مش أنا سميتهم، يعني ظليش يكون أكبر دكتور في البلاد وأعظم شخصية في البلاد وهو ما يصليش، ربي سماه مجرم، مجرم مش فاسد برا. الآية الأولى قالت فاسد، الآية الثانية صرحت قالت راه مجرم.
يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. تعرفش ما سلككم يا أختي؟ رأي مشكلتنا في أن ما نفهموش لغة العربية. أكبر مصيبة عملوها فينا أنهم جهلونا بالعربية. نقول سلك السلك شنو هو؟ هو الخيط اللي طب في السبحة، هذاك السلك، واللي طب في الشركة متاع العقيق ولا متاع الفيروز ولا متاع اللي تحب أنت، سلك يدخل. شمعنا سلككم في سقر؟ يعني كرمكم ربي شككهم كما نشكوا احنا قلادة الفلفل، ها مشكين في بعضهم، وين في أشق بقعة في جهنم. وما أدراك ما سقر؟ ها لا تبقي ولا يكفيك هذه، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، يدخلهم ربي كما قلادة الفلفل مشكة. سلككم وين في سقر؟ اش قال؟ شنو الإجابة متاعه؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذه الإجابة الأولى. وشوفوا ما قالش لم نكن، قال لم نكن للتسهيل. ايش معناها؟ يعني كان مسهل عليكم أنكم ما تسلكوش في سقر، لأن الصلاة قدام عذاب ربي حتى شيء. الصلاة هي تكليف وثقيل، مش ثقيل، لكن قدام العذاب اللي ينتظر تارك الصلاة ما سمحت شيء. أنك تحضر في صلاة الصبح وأنك تحضر في صلاة العشاء، في صلاة الصبح وصلاة العشاء كان لا يتخلف عنها النساء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تو تخيبر في شرب وخنا راجل وخاف لا يطلع في صلاة الصبح مسكين، خاطر ربته وأمه تو يطلع لك بوك اللون، رد بالك تو يعرضك الغول مليون صغير خرجته. ما نجمش نقول كلمة، هو قلنا راجل وبرفش الغومة، ولكن اذكر ما يعلم ربي بالرجولية، ما يتحضر وتغيب، وفما اللي متسلفها وفما اللي شارها مسوق الجمعة. لا الحاضرين في الجامعة بكلهم ربي شد لهم كون مرجع. ربي قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. ماذا؟ احمدوا ربي اللي ربي سماكم رجال. نحكي على ناس أخرين، خاص ساعات الواحد كتهمزهم مرافق، وحنا قلنا حشاك من المجراب تهمزوا مرافق. احنا الحمد لله هذو من الناس اللي هم محافظين على صلواتهم في المساجد. الآية الثالثة يا أختي، الآية الثالثة، مش ما يصليش، لا يصلي، يصلي. هذاك علاش النبي قال الصلاة الصلاة، آخر وصية الصلاة الصلاة. ومن حقه علينا تنفيذ وصيته، كما من حقه علينا أن نحبوه، وكما من حقه علينا أن نوقروه، وكما من حقه علينا أن نصليه عليه، من حقه علينا أن نفذ الوصية متاعه. الآية ذي الناس كل تحفظها بطبيعة. قال ربي سبحانه وتعالى فويل لشكون؟ تركين الصلاة؟ لا ترك صلاة كما تفهمين فيها، ذاك في سقر، ذاك في ذاك، خاصة اللي كان جاحدها. لأن برشا ناس قالوا تارك الصلاة مسلم عاصي، أنا مسلم عاصي المتكاسل، أما اللي يقول لك شو من الصلاة والعباد طلعت القمرة وانت قاعد تنطح في الوطيق ويخيك يا ودي، قالوا جوامع، وقالوا وهجمة كبيرة هالنهارين. كل مرة في جامعة تسرق واحد، هزول البوالة بوقة متاعه، والآخر يهزوله في الصبابة متاعه، والآخر يطبوا للجامعة العباد تصلي. وهي زعمة الأمور كيك على الهمتي جيت ولا مقصودة؟ زعمة أنا سمعت واحد في التلف زعلان كلبي قالهم اسرقوا لمبوبات متاع الجوامع وهزوهم للمكاتب. يظهر لي الشيخ المفتي هذايا افتالهم فتوى وبداوا يطبقوا فيها، والعلم عند الله باش ما نتهموهمش بالباطل. يا ودي معك تعرفون احنا مشكلتنا كونه في كل ويل لشكون؟ للمصلين. بين قوسين بالله برشا ناس يجي يقول لك انا والله هزولي صباتي. بالله انت جاي للجامعه ويدعمني جايب معك صباته 200 و300 و400 و500 دينار وتحط فيه وراك من تالي. أبو حنيفة قال، أبو حنيفة قال لا تضع حذاءك وراءك فتطمع فيه أخاك، مش اللي جاء من برا، لا أخوك. وربما يطمع يا أخي اللي سرق تقطع لها يد سيد النبي عليه الصلاة والسلام، منين؟ من قبيلة بني مخزوم، أغنى قبيلة في مكة. ما لوين نحطه يا أخي الصباط متاع؟ تحطه بين راسك وركايبك. أبي إيه نعم إيه نعم، تحطه فيه خرواطة في كيس وتحطه بين راسك وركاب باش تصلي وانت مطمان. وإذا كان عملوا لك خدامك هكا بعض بقايا تحط فيهم صباتك وتصباتك، قالوا كذا اللي فيه نجاسة.
المطلوب طهارة مواضع السجود، المطلوب هو طهارة ماذا؟ مواضع السجود السبعة، هذا المطلوب. أقرأوا الكتب وشوفوا على كل باش تعطيكم فتوى عوجة ولا جات من. طيب يا سيدي، قال ربي سبحانه وتعالى: فويل لشكور للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. يصلي ويبطل، يصلي جمعة ويبطل جمعة، يصلي نهارين وثلاثة أيام مع بعضهم. أنا قلبة واحدة كانت عنا عزوز، أذن الأذان قلت لها أنا تحت الدكان برهز. أم حليم أشين اللي تحت الدكان مش هز؟ قلت لها ماني صليتهم للكل مع بعضهم، أنا كيف يذن للصلاة يذنها يمشي يهزها من غادي. هذه بالمسبق على كل، هذه تخاف ربي جابتهم بالمسبق. فما ناس لا الصلاة ديما هذا اللي تهدوا ربي سبحانه وتعالى باش بالويل، ويل للمصلين مش ما يصليش. إذن فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، قص علي المقص. أنا ماذا بي نقعد نحكي معكم ونسمعكم مش تسمعوني، أما المقص خير المرة ذي راهو يهابري، لكن الباهي فيه أن من بعد باش نوليو نسمعوا الأصوات الجميلة هذه والطيبة والوجوه النيرة بما يثلج الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم مع حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.